عسلامة، مرحبا بكم متابعي قناتنا. ما تنساوش تحطوا اشتراك في القناة وتضغطوا الجرس باش يوصلكم الكونتينو المتنوع متاع قناتنا. اليوم جيتكم بروسيت هبال ديالي، خبز ديالي بنين برشا برشا. باش نبداو بالمقادير، عنا 3 كيلات سميد، كيلة فارينة حسب التقريب. هنا جاني 450 غرام سميد، عليهم 150 غرام فارينة. بالطبيعة عنا ملح، كركم اختياري، عنا خميرة خبز، خميرة فورية 10 غرامات أي ما يعادل ساشي، عنا غرفة كبيرة سكر وشوية بسباس للتفليح، وعنا لهنا أوتيات ماء دافي وشوية زيتونة. في الوصفة متاع اليوم باش نعطيكم الطريقة الصحيحة اللي باش الخميرة تخدم وتعطينا نتيجة باهية برشا. أول حاجة نبدا نحط السميد تاعنا، ومعاه هو نحطو الفرينة، نحط الحاجات المفروض مع بعضها. نحطو ملح حسب الاختيار، أنا لكن باش تجيكم باهية تقريبا غرفة وربع، هذاك لي ديار، أما كان نتوما تحبوا تنقصوا على راحتكم. باهي أو فور ميزور، باش في الماء الدافي باش نحطو 10 غرامات خميرة معاهم السكر. ردوا بالكم من الماء باش ما يكونش سخون برشا، ما كانش يقتل الخميرة وما يخليهاش تتفاعل. نخلطو شوية، ونخليوها خلطوا حاجات الأنبوب كل مع بعضها، ملح، سميد، فارينة. تابعوني بالمراحل، الخبز نتاعكم يجيكم طري منفش بالكدا وبنين برشا. خلطوه مليح، توا نزيد شوية بسبيس مش برشا، ونخلطو كالعادة. توا بزيت زيتونة، كما تشوفوا معايا هنا، انا هنا حطيت شويه زيت السميد، زيت الزيتونة بالطبيعة باش يجينا خبزنا فيها وخبزين، ونزيدو نبسو هكا شوي. هو مقدار تقريبا تاع كاس صغير يجيكم باهي، وانتوما بالطبيعة انتوما والسميد نتاعكم كان يشرب برشا زيدو شوي. هنا تحتو معايا شفتوا الخميرة كيفاش تفاعلت بالكدا بالكدا، انا حطيتها مع السكر والماء السخون، مش سخون برشا دافي كيما قلناش الخميرة. تو في المرحلة هذه وصلت، شوفوا تبارك الله قداش نفجت الخميرة نتاعي، نفجت مليح مليح، كبرت الفوليوم نتاعها، نحسها في 4 ملليلتر ماء تقريبا. شو صدفة كيف تتخبيتها، انا كما قلت لكم كان تحبوا تحطوا شويه كركم باش يعطينا لون مزيان برشا ويشهي الخبز تاعنا، انا باش نحط شويه. نخدمو وبشويه بشويه نصبوا الماء تاعنا. كما قلت لكم كان جاكم السميد نتاعكم يشرب برشا زيدوا شويه ماء، وانا شويه حليب زاده فما حتى مشكل. ونلمون بالسياسة لي ولينا عجينة متماسكة.
حكايه كلكم تخلطوا الدال رخمينا كيف كيف بيعطيو لونهم. توا نكمل نخلط مليح مليح بطبيعه كيما عندي شويه نفس المشايح. انا باش نجيني بريت بالضبط. بعد نوريكم المراحل الجايه. توا كيما شفتوا مشاهدينا الكرام انا لميتها كيما وريتكم ومثلها عركتها شوي. هي ديجا بطبيعتها باش تجينا اوموجين مش باش تجي صعيبه في العركين. كيما قلت لكم كان السمنت نتاعكم يشرب برشا زيدوا شويه ماء، مي سينو كان جاكم زيد شويه ماء تنجمو معناتها تنقصوا الكونتيتي نتاع الماء الاول، سينو تنجمو تزيدوا شويه فرينه ولا شويه سميد. باهي نعكرها في البدايه. انا قلت لكم عركتها ديجا شويه قبيله، شوفوها رطبه التكستشر نتاعها باهية. توا باش نعملها فورمة مزيانة كعبولة هكايا، باش نجي القنقار. انتوما بالطبيعة كان المول نتاعكم مربع اللي باش تعملو فيها تاع الفور عملوها في شكل مربع، انا المول نتاعي مدورة. توا باش ناخذ طبق يكون حجمه كبير ما يكونش حجمه صغير، ناخذ شويه زيت وندهن الطبق نتاعي. الزيت عنده زوز ادوار، منو باش ما يلصقش بالطبيعه، ومنو زاده باش يعطي اكل الكو كروكون اكل الكرميشه الخفيفه في القشره البرانيه نتاع الخبز. خاطر انا زاده بعد ما نحطه في المول نتاعي ونستويه بالبدا باش نزيد نعمل ضربة زيت من فوق تعطينا لمعة وتعطينا الكرميشة بنينة برشا. ندهنوه زادا من الأطراف مننساهمش، باش هكاكا كي تقصوه يجي بنين. على خاطر زادا أعملوا حسابكم أنا حطيتلو الخميرة مانيش باش نخليه يخمر لبرا، تو بعد ما خدمتو باش نحطو في المول يخمر هكاكا يجيني فوليمينو اكثر، يجيني بنين ومنفج كيما اللي نشوفوهم احنا برشا في الشارع ونقولو صعيب عملناهم وكل شيء. لا انا جيتكم بروسيت هايله توليو تعملو وحدكم وبنين وسورتو نظيف وصحي. يعني شفت تسقط لكم على خاطر واحد الزيت نقول زيت فوالا. اما هني قلت لكم باش تخمر فوليومها باش تزيد يكبر الحجم نتاعها باش يضعف ولا اكثر حتى، خاطر الخميره نتاعنا خدمت مليح مليح كيما وريتكم الطريقه. والطريقه نتاع الخميره هذيك زاده تنجح لكم ان شاء الله البات نتاعكم الكل. حاولوا نخليوها فرد مستوى. توا ناخذ السكينة ونعملو لها نجرحوها شوية باش تجينا مزيانة من العين. هذا أنا نحب نعملها فوق فوق دي لوزون هكايا مزيانة برشا برشا اي سورتو بنينة برشا. توا أنا حطيت العجينة نتاعي في المول قبل ما نحطها تطيب باش نخليها تخمر من نص ساعة ساعة، ومن بعد باش نحطو لها الكويسون نتاعها 160 درجة خاطر لازمها تطيب او كور، نحبوها تطيب بالكدا بالكدا من الداخل باش متجيناش معجنة. حطوها على نار هادية من 30-45 دقيقة بالطبيعة كان نتوما الفور نتاعكم غاز، دونك تحطوها أقل شوية وقت من الفور نتاع الكورون. توا باش نزيدو شوية زيت الزيتون من الفوق كيما قلتلكم. شكلها لمعة مزيانة
هذيك شي خلوني نكمل شويه من برا الكمش وما داخل طري بنيه هبل فوالا كيما هكا علاش نزيد ما نساوش توا نرجع لكم بعد كيما تشوفوا خبزتنا طابت مليح كيما قلت لكم على نار هاديه تعمل تاستين كيف طيبة بالقداء طرية بالقداء ان شاء الله تجربوها وتعجبكم متنساوش باش تعملولنا ابونمون للشان متاعنا وتحطوا الجرس باش جديد كل يوصلكم